بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة السلطان عبد الله السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، وذلك بمناسبة انتخابه ملكا لماليزيا. وقد ضمن سمو رئيس الوزراء برقيته خالص تهانيه وصادق تمنياته لجلالة ملك ماليزيا بموفور الصحة والسعادة والتوفيق والسداد في مهامه، ولشعب ماليزيا الصديق دوام التقدم والازدهار.